أيضا دكتور ننتقل إلى القواعد العشر في تغيير السلوك. صحيح، ويدوب هذه حتى يعني قبل نهاية الحلقة. قبل نهاية الحلقة وهي عنوان الحلقة، أنا سأذكر 10 قواعد سريعة جدا ستساعد في تعزيز السلوك في 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 معالجة السلوك السلبي بمنظومة قيمية داخلية. لكن هذه الكلمات التي سأذكرها هي تصلح للإنسان نفسه الذي يرى بأنه لديه ممارسة سلوكية سلبية، وبالتالي الآباء والأمهات المربين والمربيات الذين يسمعوننا يمكن أن يأخذوا هذه المعاني ويغرسوها في أبنائهم وبناتهم. القاعدة الأولى هي قاعدة الاعتراف. أبو هشام، لن تذهب أو تفكر أن تذهب إلى طبيب إلا، وهذه نقطة جدا مهمة، إلا إذا شعرت بحاجة للذهاب إلى الطبيب. ألم، نسأل الله أن يعافيني ويعافيكم ويعافي جميع المسلمين، لكن لن تتحرك للمعالجة إلا إذا اعترفت بأن ثمة مشكلة لديك. لكن عندما أتحدث عن نفسي بأنني شخصية كمالية، أنا شخص مثالي، أنا شخص قيمي إيجابية، عندما يقول لي شخص ترى أنت تحتاج بعض عندك سلوكيات سلبية، لا أبدا ما عندي سلوكيات سلبية، أنا إنسان. إذا يعني القاعدة الأولى الاعتراف، الاعتراف بأنني بشر وضمن دائرة التصحيح. اثنين، الاكتشاف الذي تحدثنا عنه قبل قليل، لابد أن أكتشف، وهذا يحتاج إلى جرأة وإلى صراحة وإلى جلسة تأمل وتفكر وتدبر حتى أحدد المظاهر السلبية الموجودة لدي. ثلاثة، اقضي على الدافع من جذوره. أنا لابد أحلل ما هو السبب الذي كون لدي هذه الشخصية. هل هي دافع داخلي أو باعث خارجي، وبالتالي أبدأ أعمل على، هل هي بيئة، أصدقاء، ولا فكر موجود لدي يحتاج إلى تصحيح. ابحث عن الدافع، ولذلك سيسألك الطبيب أثناء الكشف ماذا أكلت، ماذا فعلت، ماذا كذا. هذا بحث عن السبب حتى يعالج من السبب من جذوره. رابعا، وهي قاعدة جدا مهمة، التركيز. التركيز على ماذا؟ أنا اكتشفت أن لدي 4 قيم سلبية لها ممارسات، الآن أريد أن أصلحها كلها في يوم واحد في وقت واحد، ما يصبح ولا يمكن، أحتاج إلى عملية الجدول الزمنية مع التركيز العالي. سأضع هذه القيمة لمدة شهر كامل. أنا عندي عشوائية، شخص غير منظم، غير مرتب، غير مخطط لحياتي. سأضع خطة زمنية مدتها شهر حتى أكسب نفسي سلوك جديد اسمه سلوك التنظيم، القيمة المعاكسة وداوها بالتي كانت هي الداء. أنا عندي عشوائية أحتاج إلى تنظيم، سأركز خلال فترة طويلة حتى أصل. إذن التركيز. الخامسة، التدرج بالتغيير. لن أتغير في يوم واحد، العادات الصغيرة ستتحول يوما ما إلى عادات كبيرة وستصبح قيم داخلية. مثال، لو أنا شخص غير منظم العشوائية، بدأت فقط أنظم غرفتي ولا سيارتي، ولا أنا شخص غير مهتم بالعملية الناحية الصحية، قراءة القرآن، يعني لو شخص أنا بعيد عن كتاب الله عز وجل وبدأت بقراءة صفحة في اليوم، صفحتين، 3 صفحات، سأصل في يوم يكون وردي في اليوم جزئين وثلاثة أجزاء. التغيير أو التدريج أو التدرج في التغيير. سادسا، إيجاد البدائل السلوكية الإيجابية. مو أنت تحتاج إلى مزاحمة أبو هشام، إذا أنا كان عندي ممارسة سلوكية سلبية أحتاج إلى مزاحمة. أنا بيئتي، أصدقائي كلهم أصدقاء على سبيل المثال يعني ليسوا خادمين لقيم الإيجابية، أغلبهم هادمين لقيم الإيجابية، يجب أن أغير بيئتي، أن أجد بيئة بديلة. إيجاد البدائل، نعم، هذه ستساعد بشكل جدا كبير. سابعا، إدراك التحديات. ماذا أقصد بالتحديات؟ هناك مقاومة، هناك هوى، هناك نفس أمارة بالسوء، هناك شيطان. أي شيء إيجابي يمكن أن يصل بك إلى بر الأمان، دين أو دنيا، لن تجد سهولة في العملية، لأن هناك من يقاومك، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. فهذه قضية جدا مهمة. هذا الشيء يجعل لي نوع من القناعة الداخلية بأن طالما هناك تحديات، إذا أنا سأعمل على تجاوز هذه التحديات وتحمل المقاومة والمدافعة حتى أصل إلى هدفي الذي أريد أن أصل إليه. الثامن هي قضية تذكر ما يسمى بطعم النصر. إيش يعني طعم النصر؟ يعني أنا أتخيل نفسي بعد شهرين، 3 شهور، بعد أن قضيت على العشوائية، أو قضيت على قضية الجشع الذي كان لدي، أو الأنانية، أو قضيت على قضية الاستعجال، أو ضعف الهمة، أو ضعف الطموح، أصبح لدي مثابرة وصبر ورغبة في الإنجاز، أصبح لدي إحسان للآخرين، تواضع. لو أنا وصلت لهذا الهدف بعد شهر أو شهرين، أتخيل هذه الصورة ونتائجها الإيجابية. تذكر طعم النصر دائما يجعل الإنسان ترتفع همته لأن يطبق. وهذا يذكرني عندما نقول للابن تخيل أنك بعد فترة حتصير دكتور ومهندس، هذا يرفع من همته بشكل جدا كبير. التاسع ما قبل الأخير، لا تستسلم للإخفاقات في بداية المشوار. أنا حبدأ في برنامج على سبيل المثال صحي
فبعد اسبوع بطلت من الصحي وجاني يوم مفتوح صار يومين ثلاث اربع ايام كلها ايام مفتوحه. لا تستسلم. شخص لا تستسلم لا تستسلم. شخص اراد ان يترك التدخين، شخص اراد ان يترك كذا، لا تستسلم. القضيه الاخيره والمهمه واعتقد انها هي ايضا مفصليه في هذا الجانب، استعن بالله ولا تعجز، لانه يعني اخي مصطفى انا في الاخير بشر ضعيف، مهما اوتيت من اساليب تربويه ونفسيه واجتماعيه ومحاولات لتغيير نفسي وحياتي لا يمكن ان تحصل الا بالاستعانه المطلقه بالله، واذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاد، وانا احتاج الى ان دائما اتذكر حتى في دعائي وغير ذلك في هذا الاتجاه. بارك الله فيك. Thank you.